في إدلب قضى بواسلنا على أعداد من الإرهابيين اعتدوا على محطة تحويل كهرباء إدلب، وورش الإصلاح والصيانة باشرت بأعمال إعادة التأهيل. أضرار جسيمة لحقت بمحطة تحويل كهرباء إدلب، وتتجاوز كلفة الإصلاح بحسب القيمين على المحطة 300 مليون ليرة سورية، ما أدى إلى قطع التيار الكهربائي عن المدينة وريفها بعد أن سيطرت العصابات الإرهابية عليها وعاثت فيها خرابا وتدميرا. لكن المحطة تستعيد حيويتها بفضل ورشات الصيانة وإعادة التأهيل، وهي على موعد قريب مع مباشرة نشاطها بعد تنظيفها من رشد الإرهابيين على أيدي قواتنا الباسلة. بالنسبة للمحطة 230 تعرضت لاعتداء وتمركز فيها عدد من المسلحين وحصل في تخريب ضمن المحطة. طبعا تقوم الورشات حاليا بالترميم وتقوم بأعمال الصيانة واستبدال المعطل. طبعا الأضرار جسيمة وبليغة جدا كبيرة، يعني مبدئيا بقول لك مو أقل من 300 مليون الأضرار اللي ناجمة نتيجة التخريب ضمن المحطة. تخريب محطة تحويل كهرباء إدلب كغيرها من مؤسساتنا الخدمية تدل على الاستهداف الممنهج من قبل العصابات الإرهابية للبنى التحتية في سوريا، لكنها بفضل جهود قواتنا الباسلة تعود إلى العمل شيئا فشيئا.